نهاية المرة الأخيرة نفس القصيدة. راح يا مهند راح أجين تسجون معي؟ اي والله خلني انا اقسم بالله اني مع النجم ذاك. شفت النجم ذاك؟ شوف شوف مهند شوفه تحلق. والله اني وصلت له، والله اني وصلت له روحيا والله. طب يلا قيل مهند. طيب يلا. اني عزمت على الفراق لان لي روحا إذا لم تنتهي تتعذب، تصد أمواج البحار بعزمها، تصارع الدنيا ولا تتهرب، تضم أركان الجبال بحجرها، الله، وتقول إني بالجبال أرحب، وكأنها عند النفاق رصاصة للحق تمضي عندما يتغيب، ويزيد يوما بعد يوم بأسها، لا تنحني لا تنثني لا تكذب، ربي الذي وضع العناد بجوفها، وبالعناد لربها تتقرب، يا روحي لا تبكي الجراح لأنني من غيرها ألعوبة لا تلعب، إن الذي خلق الدواء كأنما وضع الجراح لها مثالا يضرب، يا روحي لا تبكي الجراح لأن لي من غيرها ألعوبة لا تلعب، إني عزمت على الفراق لأن لي روحا إذا لم تنتهي تتعذب. يا الله خرج. أقول لك القصيدة التي بسم الله الله يطول عمرك. أرجع أقول لك القصيدة التي ترى نفسي أحد يغني علي وانسدح زيك. أرجع أقول لك القصيدة التي لا تمل من تكرارها. بالله يا حلو عادل جميلة جدا. باقي لها بس آخر بيت بتجي قفاتها بتجي. والله 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 يا شيخ عبد المجيد جميل. عبد المجيد عبد المجيد انت تحسون طيب بالابيات هذه.